نشوف آراء المواطنين في حفل افتتاح قناة السويس من كل محافظات الجمهورية. الحياة الآن رصدتها ليكم، نذهب ونعود. انتوا مشروع جامد قوي، فانا بقول لكم متشكرين انا والشعب المصري. نقف احتراما واجلالا وتقديرا لكل من بذل الجهد والعرق في انشاء قناة السويس الجديدة. هيجيب خير للبلد. من حسن حظنا كشباب اللي احنا عايشين يعني انجاز وعصر جديد مصر بتمر بيه. مشروع قناة السويس ده الهرم السادس على مستوى العالم، وده اعجاز 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 للشعب المصري والرئيس السيسي. باذن الله يحقق فرص عمل للشباب، وباذن الله تنهض بمصر وبكل المشروعات القادمه اللي احنا سمعناها هنا باذن الله. عصر السيسي حاليا اللي هو حضر الامجاد ورفع مصر الى قمه السماء. ان شاء الله هتبقى خير باذن الله على الشعب المصري. مشروع اقتصاد عملاق هيدر ارباح كبيره لجمهوريه مصر العربيه. يكفي ان هو تم حفره بايادي مصريه. اتمنى من انشاء محور قناه السويس ان يكون في مشاريع حقيقيه. مشروع قناه السويس مشروع اقتصادي من مميزاته واهم مميزات ان احنا هنقضي على البطاله. مشروع قومي كبير هيوفر فرص عمل لابناء البلد. انا واحد من الصراحه ما كنتش متخيل ان احنا نقدر فعلا نخلصه في سنه. نهني الرئيس ونقول له انت عملت منجزه ما فيش حد قدر يعملها في 30 سنه، وانت زي السادات وجمال عبد الناصر، واحنا عاوزينك ونقول لك ربنا يعينك. ما نستفاد في يعني في ناس كتيره ما توظفتش، يبقى ربنا يكرمنا نتوظف. قناه السويس الجديده دي هتدر خيرا كثيرا على جمهوريه مصر العربيه. هي دي بدايه لبعض المشاريع الاكبر من كده باذن الله. كل شباب المنيا متحمسه للمشروع ده على النجاح رغم كل الصعوبات اللي هو مر بها السيد رئيس الجيش. هتفتح ابواب جديده لمصر. انجاز كبير كمشروع وفي وقت التحقيق، وما عملناش ده من فتره طويله قوي. احنا نتمنى نقول كده على طول في الزياده ان شاء الله، ويفتحوا فتحه خير على الجميع. هتبقى زي القناه القديمه وهتكبر وتبقى كويسه وهتعود بمنفعه البلد كلها. يدعو للتفاؤل وتنميه جديده لمصر وحضاره جديده. الصعيد كله هنا مشجع المشروع ده فعلا حقيقي. مشروع خير وهيجيب خير للبلد وانتاج للبلد، واحنا يهمنا مصلحه البلد. كلنا متفائلين لان مصلحه للبلد دي لازم كلنا متفائلين. احنا كمواطنين في بني سويف بنتفائل بالمشروع يعني. ده اجدع مشروع وان شاء الله خير لمصر، وهو هيبقى سبب خطوه مصر انها تتقدم لقدام. مشروع كبير هيعوق على كل واحد في انحاء الجمهوريه، من الصعيد لبحري من السلوم لكل مكان في مصر. ولو ان احنا بعيد شويه بس هو برضه اكيد هيرجع الفايده علينا كاقتصاد البلد اولا، كمشاريع بتنزل البلد، واكيد هيبقى في مثلا فرص عظيمه للشباب. فتحه خير لمصر كلها، وكون سعيده علينا وعلى مصر والبلد كلها يا جميع. والله هو مشروع كويس وان شاء الله يكون فتحه خير على مصر ان شاء الله. ربنا يجعلها فتحه خير على البلد واهل البلد كلها ان شاء الله. اظن ان ده مشروع كويس جدا في الوقت الحالي اللي البلد بتمر بيه. مشروع خير ان شاء الله وينقل البلد نقله جميله ان شاء الله. مشروع قوي يعني باذن الله يجيب دخل يعني ويدور دخل قناه السويس، ويعني العيشه تبقى حلوه قوي. يا رب المشروع ده يكبر ويكبر كتير يا رب. مشروع قناه السويس 100 100 وربنا يخليه ويطول عمره ويحميه لشعبه. احنا متفائلين خير ان شاء الله في مصر. قناه السويس القديمه كانت بتدخل لمصر قد ايه كل يوم؟ ما بالك النهارده قناه جديده هتدخل قد ايه لمصر؟ طبعا العالم كله عامل عشان ايه؟ ان شاء الله خير لمصر وعلى الشباب كلهم. مشروع عظيم جدا وكويس وهيعمل نقله كويسه للبلد وللشباب العاطل اللي قاعد. اجمل حاجه عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو طور مصر وعمل حاجه جميله لمصر، ان بقى فيه قناتين اتنين في مصر. مشروع قناه السويس دوت هيحسن الاستثمار المصري، ومشروع طبعا ايجابي هيدخل مصر هيرفع الحد الادنى للاجور. انجاز عظيم وربنا يصلح حال مصر كلها يا رب. خير لاولادنا ولينا اولا واولادنا بعدين ان شاء الله. مشروع قناه السويس ده هيبقى اعظم مشروع في الدنيا وفي العالم والعالم كله. هيدي لمصر فرصه عمل اكتر من الموجوده دلوقتي هيشتغل. احساس بكل فخر واعتزاز باعظم مشروع بيعتبر هرم ضمن الاهرامات. طبعا ده صرح تاريخي طبعا، اول مره يتعمل طبعا في تاريخ مصر الحديث. ان شاء الله يعني يبقى في خير للبلد ويعني يبقى في فرص عمل للشباب. هو افاق للمستقبل بالنسبه لمصر، وان شاء الله
هيبقى فيه العديد من المشروعات. قناه السويس كويسه باذن الله تمام وهتبقى تمام للبلد. الواحد فخور ان في عمره كله شاف مشروع بيتنفذ قدام عينه في سنه. مشروع قناه السويس مشروع قومي، كان المفروض ان هو يبقى 3 سنين، ولكن باراده شعبيه واراده سياسيه نزل المده ديت من 3 سنين لسنه واحده. الاسكندريه هنا بنقول له احنا معاك وان شاء الله تكون في تقدم اكتر ان شاء الله. قناه السويس ديت اهم كبير لمصر واهم اقتصاد لمصر جدا، بالذات في الظروف اللي احنا بنمر بيها. قناه السويس الجديده ديت اول تطور جديد فعلا بعد حرب 73 وبعد انتصاراتنا، وده بيمثل شريان حياه للمصريين ومش المصريين بس، للعالم كله. دي اراء المصريين من كل المحافظات، كنا احنا مجهزينها لحضراتكم في الحياه الان، لكن احمد